حصاد الجنوب، أهلا بكم. شهدت العاصمة عدن اليوم الخميس انعقاد الدورة الأولى للجمعية الوطنية للعام 2024 والاجتماع التأسيسي لمجلس المستشارين بالمجلس الانتقالي الجنوبي. ووجه الرئيس زبيدي في كلمة مختصرة الأعضاء المشاركين في الدورة الأولى للجمعية الوطنية والجلسة التأسيسية الأولى لمجلس المستشارين حثهم فيها على بذل جهود مضاعفة للخروج بنتائج ملموسة تؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة يسودها النظام والقانون. حيا رئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الحضور اللافت لأبني حضرموت في إنجاح الاجتماع التأسيسي لمجلس العموم بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك خلال لقائه اليوم أعضاء وفد المحافظة المشارك في الاجتماع. الرئيس الزبيدي أكد أن ذلك ليس بغريب على حضرموت التي كان لها قصب السبق في مختلف المجالات، أو جديد على أبنائها السباقين دائما لتقديم التضحيات الجسيمة لأجل الانتصار لقضية الجنوب وتحقيق تطلعات شعبه. أثنى الرئيس الزبيدي على مشاركة وفد سقطرى في الاجتماع التأسيسي لمجلس العموم بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وأشاد الرئيس الزبيدي خلال لقائه وفد سقطرى اليوم بالاستقرار الأمني في أنحاء الأرخبيل كنتاج طبيعي للترابط والاصطفاف واللحمة بين مختلف مكونات المجتمع السقطري، داعيا لمزيد من التكاتف والانفتاح على الجميع بمختلف توجهاتهم ومساندة السلطة المحلية والحفاظ على المكتسبات. ألقت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن اليوم الأربعاء القبض على 3 متهمين لحيازتهم كمية كبيرة من الخمور في منطقة الحسوة بمديرية البريقة. وشنت قوات الحزام في القطاع الأول حملة أمنية لمكافحة الممنوعات والمخدرات وملاحقة مروجيها، وضبطت 90 قنينة زجاجية من الخمر المستورد مخبأة في أحد الأحواش بمنطقة الحسوة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.